بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك شرفت الله ملك استعدونك جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبقين يدن بقوالتكنا دافو ولا لي الوحى وخير بضن أو لسحسوسيو وحسك الله سبحانه وتعالى سيدوك لو برشد إيسحسوس انت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. برامج كما برامج كشنات كتابك أربعينك ما أنت نوح عنوز دول استاجدونا حديث كيشان هذا كتابك أربعينك حديث كان هو حديث آدي آدوين مرك آد براتيد أما معنيسة حسوستيد وابتقاناية وحاد مروا الباء نكودي رنانيسة إن آد كفوقاتيد وحبت عدا حديث كان هو نوري سي أم المؤمنين هو يدي مؤمنين عائشة رضي الله عنها إلهي سبحانه وتعالى كرر لنغذيه عائشة وحيهيد حاسك نبي عليه الصلاة والسلام وحان رلي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيلا ذهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألو حليهي من أحدث في أمرنا هذا قفك كسو كرديا كسو دريا كسو درا في أمرنا أرنكينا هذا كان ودينة إسلامك ما ليس منه وحن كمد هين فهو رد وحاسي والقوع لنيا أما وحاد أرانيسا فهو رد قفكاس إيا وحا أولي مدبا والإسلع لنيا والإسلع توريا معناها لقى أقبل ما يوي قيبتاسي وحاسي ودجير أسو صاري إمام البخاري إيا مسلم إمام مسلم أولك لنقضي فقرك لا أوردرادة وتسين إيسا أيضنا معناك لا وآدي آدو معان نبي عليه الصلاة والسلام عليه من عمل عملا قفك سمي عمل ليس عليه أمرنا أنا نكمد أهين دينتنا فهو رد ولقوع لنا يا وأنا مردود حديث كني وحديث متقنا كعاون دونا كونا كلمين دونا إن أتسنى ذكر أكتب حديث كني لبوا حبوا كتسنى يا مدو حكتسنى يا ست توس أيو كتسنى يا منا ولا قفهمي مدى أوسيدة توسك كوتو سنة يوحوهي وحو البقو بدعاه ودينة لغسو كردي ونو محمد عليه الصلاة والسلام وسنوغين إنانا لأقبلينين قفكو دونا بهادو أهلي مادو مقع ربطها الله يالو سيدي ربطها الله قرحيو بدعاه وبدعو سوهاش يسوي دينة لوا محي وحيتاي بدعو محيتاي بدعاه ولا ليال وحالي رادا مركع شرعي الله فيري مرة الوقت هم الله فيريا هو شيء عصبه ابتداع بالإرادة وحمرك الله بالآباء مسوكر داية الإرادة لكن مرك أن مصطلحة يسيد الدين تلو يقان أن وش يقنو حوي وطريقة كستة ودين تلو قصو دريو أما القصو درو لنا قصدنا يو إن إلهي سبحانه وتعالى لو قده هذا وحاصون إلهي سبحانه وتعالى شرعيين أيابد على الإرادة مرك قفك لي ماذا أديك ميسان كذا وكاسون وحده إيسا نمحمى عليه الصلاة والسلام مسميه كتابك إلهي ملغو شاغي سنة ملغو شاغي وأمي هديك وصو بحضو وبدعوي بدعك استنى وضلالوي وبادوي بادك استنى نارتا يكسو قنتاي سيدو نمحمى عليه الصلاة والسلام وشاغي مرك حديثك ستواصل حكو شاغي وحو البقو بدعاه إنه إله سبحانه وتعالى أقبلين قفك لي ما دنا قفك الرباب هالنقضي إن لقوا علينايو وحا حديثك لقى فهمي سيدة علماء دنوش يقين معناك هلا أكد أحسن معناه سيوحو يهي قفك استقص ناد لي ما دنا أو إله سبحانه وتعالى كعاب دو إله شرعيه ينوي محمد عليه الصلاة والسلام ولقى أقبلي معناه كي بدعاد لي مدوا لقر الدية ولقوا علي قفك استقص ناد وافقاء ينوي محمد عليه الصلاة والسلام راعنا ولقى أقبلي وحاك الله ولا لي الأوقاتان أعماشو عملك وناكسي مركا المقشد محوحا عمل وناكسن كل نقضاء ومركا الله بشرد اللي قاهلو شردك كوبادو حوين يد وناكسن الإخلاص بالير هذا شردك الله بادنا ومتابعة لبضبا وحانوشيغي مدو حانوشيغي حديث في كوباد أنو صامرني إنما الأعمال بالنيات حديث كاسي وحو ميزان ويهي أعماشا لقسم أي قلبك حديث كان وحو ميزان ويهي أعماشا لقسم أيو جوارحنا محل إرادة حبناها لك السمايو مركا وحوال با هنقضو قول هنقضو فعل هنقضو حدي وسن دين تكتر سنين سنادنا كامد هين قفك إلهي ودو هذا وحبو تلميسو وداليا حدا بول عليك وحلو باعيهي ملو البقي جوغان إنه حديث كان كورعيان ولذلك إمامو محل إرادة
وحليه هاي حديث كان وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات حديث كان وحاها بومبو ليه إن لحفظه إن متقانا لبرتو إن لفافيو إن لاستعماله نسيد الله إنكرو وحيالها منكرات كأه متقانا دين تلغسو ودرينيو وقدتكو إله سبحانه وتعالى أود وانيان لكن أنا محمد عليه الصلاة والسلام شرعيين وحن كسو كوبيا حديثك يبرامجك انت سيان كسو كوبيا إله سبحانه وتعالى وحودي سنة دنبدا في نحريس تاني انت كل مدونة درس دنبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.